لمصلحة نادي الوكرة، وبذلك تتجه الأمور إلى ضربة جزاء حاضرة في هذا اللقاء لمصلحة فريق الوكرة. وبعد نأتي ليونس محمود، هو عند ضربة الجزاء، ضربة الجزاء الحاضرة ليونس محمود. هل يأتي مثلا هدف؟ وقبل يعني انتهاء الشوط الأول للاعب العراقي، دقيقتين محتسبة من حكم الغهم السمري، بذلك الصافرة تأتي ليونس محمود، يأتي ممكن الهدف. يا الكرة ملعوبة والكرة تذهب إلى أخر كلام الناس، ما لا موغير مش أكتر كلام الناس، لبي أقدم ولي أخر كلام الناس، ما لا موغير مش أكتر. ولي حبيبتي نسمعه، أنا عاشق بسمعه، ولا بالوهم حتأثر لي حبيبتي.